بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا زي ما انتم شايفين هنفتح جهاز الايفون اكس مع بعض ونشوف. طبعا انا بصراحة لسه جايبه حالا ومتحمس جدا ان انا افتحه. زي ما انتم شايفين المساحة بتاعته اللي انا جايبها 256، زي ما انتم شايفين اهي. نفتحه مع بعض ونشوف. انا بصراحة متحمس وكنت عايز افتحه، بس حبيت ان انا اشارك اللحظة دي معاكم. نفتح جهاز الايفون اكس مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي كعادة ابل ما شاء الله يعني. وعلى فكرة في حاجة ملاحظة، شكل التليفون نفسه محطوط على الكرتونة كأنه مطبوع 3D او بارز يعني كده من بره. طيب زي ما احنا شايفين دي الحاجات الاساسية اللي بتيجي مع اي تليفون عادي، يعني مفيش اي حاجة زيادة، مفيش اي حاجة زيادة. طيب زي ما احنا شايفين ده التليفون، بسم الله ما شاء الله. زي ما احنا شايفين سوايب لفوق افتح، ده زر الباور قفل. طيب نشوف ايه اللي جاي معاه. مفيش اي حاجة، هي السماعة اللي بتيجي مع اي تليفون عادي. طبعا ده كابل دي الوصلة الادابتور. طبعا ده كابل الشاحن بتاعه العادي، طبعا ده الشاحن الاصلي. مفيش اي حاجة جديدة جت مع تليفون ايفون اكس. زي ما احنا عارفين نازل بنفس الاكسسوارز بتاعت اي ايفون تاني عادي. طبعا كده كده هنستخدمها، مفيش اي حاجة تانية خالص جات معاه. تمام. طيب خلونا نفتح الايفون اكس. طبعا هو عايز هنا شريحة، انا هعمل ايه؟ طبعا هنفعل التليفون مع بعض ونشوف ايه هي المزايا بتاعته. طبعا هو سيت اب مانوالي، مش عايز انا كل حاجة دي دلوقتي. طبعا نشغل الواي فاي. تمام. عشان ندخل على الواي فاي. تمام. It may take a few minutes to activate your iPhone. طبعا زي ما احنا شايفين مفيش اي حاجة جديدة مع التليفون على الاطلاق، يا بس السماعة عشان حتى مفيش اي حاجة جديدة خالص. وده الادابتور واصلة. استنى لحظات كده الحين يتاكتف. تمام. طبعا ما بقول لي لازم افعل الفيس اي دي، ممكن اقول له سيت اب ليتا. طيب افعل الفيس اي دي معاكم. طبعا مش هعرف انا افعله، فانا ايه افعله كده وارجع لكم. تمام. انا فعلته فيس اي دي ورجع لي، قال لي اختار الباس كود. طيب اخترت انا الباس كود بتاعي. تمام. وهيتفعل دلوقتي ويشتغل معايا. طيب وعايز يعمل ايه؟ انا هقول له سيت اب از نيو ايفون، دخل الابل اي دي بتاعي. ماشي وارجع لكم.
دخل الابل اي دي داخل الابل اي دي. طبعا انا دخلت الابل اي دي بتاعي، فانا عامل اوثنتيكيشن مع جهاز الماك اللي هي المصادقة، بيسموها مصادقة بين عاملين او مصادقة عاملين، مش عارف اسمها ايه بصراحة. فعامة هعمل نيكست، هيجي لي مسج عندي المفروض تمام، جات لي على الماك عندي. طبعا هدخل انا الايه الرقم اللي ظهر لي 5 3 4 7 0 2 تمام. تمام اقول له اجري. يعني بصراحة أنا كنت معايا قبل كده أول جهاز آيفون جبته كان آيفون 3GS، يعني ده بصراحة كان أحسن جهاز آيفون مسكته، يعني مش عايز أقول قبل الفايف إس، بس مقارنة بين الآيفون 3GS في وقته وما بين الفايف إس في وقته، لما نيجي نقارن الجيل ده بالجيل ده في وقت التكنولوجيا، ال 3GS يتفوق على ال 5S بكتير جدا. انا بقول ليه؟ لان انا انتقلت فجأة من ال 3GS لل 5S، طبعا حسيت بتغير طفيف جدا وكان ملحوظ تمام. بعدها بفترة ما جبتش انا ايفونات خالص، استقريت على ال 5S. جبت بعديه ايفون 8 وقت ما نزل ايفون 8 في شهر 9 في شهر سبتمبر. طبعا لما جبت الايفون 8 بصراحة، يعني لا اخفيكم سرا، من وجهة نظري من اسوأ الهواتف اللي انتجتها ابل اللي هو ايفون 8. السبب ان كان التليفون معايا كان بيعمل ريستارت عشوائي، مع العلم ان انا غيرت التليفون بثلاثة من ابل ستور دوني، يعني خدت ثلاثة ونفس المشكلة ونفس العيب. فاخيرا رجعته وخدت ايفون اكس، طبعا دفعت الفرق مفيش اي مشكلة، وخدت ايفون اكس زي ما انتم شايفين واحد جديد. انا بحكي لكم ده ليه؟ لان انا بصراحة واحد بطبيعة الحال ما بيحبش يدفع فلوس في حاجة هو مش شايف ان هي تستاهل المبلغ اللي هو اندفع، المبلغ اللي اندفع فيها. فعامة يعني زي ما احنا شايفين ده التليفون ما شاء الله، يعني حاجة كويسة، حاجة كويسة. طبعا هو هياخد وقت قليل يعني على ما ايه، ولو احنا ملاحظين الزرار الباور، يعني زي ما احنا شايفين زرار الباور من فين لفين، يعني زرار الباور من هنا اهو، هو ده زرار الباور كبير، تحس ان هو كبير جدا، شايفينه؟ تحس ان هو فعلا زرار مش طبيعي. في الايفون 8 ما كانش كده، شايفين زرار الباور في الايفون 8 ما كانش كده خالص، فهو اكيد ليه وظائف تانية طبعا مقارنة بال الزرار اللي بعلي وطي الصوت. طبعا زي ما احنا شايفين الجهاز كله معدن، كله معدن مفيش فيه اي حتة خالص اي حاجة. طبعا الجهاز خلص اهو، اقول لكم تاني عشان يشغل، اسمح له الجي بي اس ويعني بعض الفيوتشرز الموجودة في التليفون. يعني انا طبيعي قبل ما بشتري اي حاجة لازم اقرأ اكبر قدر معلومات عنها عشان اعرف انا ايه اللي انا رايح اشتريه وايه اللي انا رايح ادفع فيه فلوس. فمن وجهة نظري ايفون اكس رجع ابل تاني، يعني انا حاسس ان ستيف جوبز ما ماتش فعلا. يعني انا من ساعة ما جبت الايفون 3 جي اس، حتى من بعد ما جبت الايت ورجعته مش شايف جديد، مع العلم ان انا كان معايا ايفون 5 اس، فما كنتش شايف جديد، مش شايف جديد يذكر على الاطلاق مقارنة بالايفون 3 جي اس في وقته. لكن مع الايفون اكس هي ممكن تكمن المشكلة في سعره المبالغ شوية، لكن من وجهة نظري
المرة دي ابل ابدعت فعلا، ابل ابدعت. طبعا هقول له ليتا، طبعا زي ما احنا شايفين هو بيوريني ان انا ازاي اشغل سيري، دي من ضمن المهام بتاعة زرار الباور. اقول له سيت اب ليتا شير اب ويز ديفلوبرز اوكي ماشي، كونتينيو. هو بيعمل بيوريني كده ايه يعني ويلكم تو ايفون، زي ما احنا شايفين حاجة ما شاء الله جميلة جدا جدا جدا. اوكي طبعا هنا كنترول سنتر، طبعا كان في الايفون 8 من ايفون 4 اللي هم شغالين بالاي او اس 7 لحد ايفون 8 بلس الكنترول سنتر من تحت، طبعا ما عدتش من تحت، اصبحت من فوق من هنا من الناحية اليمين تسحب تنزل كنترول سنتر. من الناحية الشمال طبعا هتسحب شاشة القفل، من النص هتنزل هنا الاشعارات، طبعا ما عنديش انا اشعارات ولا اي حاجة. طبعا عشان نفتح ابليكيشن طبعا الخروج منه، الخروج من اي ابليكيشن طبعا سويب من تحت لفوق زي ما احنا شايفين، سويب من تحت لفوق. طبعا عشان اقفل التطبيقات هقف كده شوية واضغط على اي تطبيق ضغطة مطولة واروح جاي اضغط على الناقص، علامة الناقص اللي ظاهرة لي دي. طبعا الجهاز بصراحة يعني ان شاء الله انا هشتغل عليه باذن الله، وهتابع معاكم اي جديد فيه باذن الله، بحيث من حيث التطبيقات، من حيث الكفاءة بتاعة الجهاز، من حيث استخداماته، من حيث كل شيء باذن الله سيتم ذكره لاحقا في فيديوهات بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.